يوماً بعد آخر تشتد الأمور على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي ما يكاد يغلق باباً من المشاكل حتى ينفتح له آخر أكبر وأعقد من الأول، وهو الذي لم تكمل حكومته حتى 3 أشهر من عمرها المضطرب بعد، ومع ذلك فهو مطالب بنظر الشارع وبعض المتربصين بحلول لمشاكل أزلية. تصادف وصول الكاظمي إلى سدة الحكم في العراق مع فصل الصيف الحار الذي كان كفيلاً بإثارة نقمة العراقيين على كل الحكومات المعمرة السابقة، لكنه خاطبهم مؤخراً عبر شاشة التلفاز بما معناه ولا تزر وازرة وزر أخرى، ملقياً باللائمة على من سبقوه وأهدروا مليارات على قطاع الكهرباء دون حل، ومبشراً الشعب بحل ليس جذرياً للمشكلة وهو الربط الشبكي مع دول الخليج. أما ملف الفساد الإداري والمالي العصي هو الآخر على الحل بالنسبة للكثيرين، فقد وصلت التطورات فيه. بدأ بمهاجمة الرجل سراً وعلانية مطالباً إياه بالكف عن التشكي والتباكي، من باب أنه كان يعلم مسبقاً بالمسؤولية الكبيرة التي تنتظره والملقاة على عاتقه، ولذا لا عذر له حينما يقول بأنه ورث تركة ثقيلة من أسلافه وخاصة الأخير منهم، وذلك في محاولة غير مباشرة منه لحث الكاظمي على تجنب محاسبة الفاسدين. المتابعون لخطوات حكومة الكاظمي أشروا وجود جهات أخرى تتربص بها، وغالبيتها جهات إعلامية أو مثقفون أو أصحاب رأي أو مدونون أو ناشطون، وكلهم يتبعون أسلوباً واحداً وهو الهجوم اللاذع والمتكرر عليه وعلى حكومته، ليس من باب تقييم عملها أو إرشادها، بل في سبيل الابتزاز لنيل المغانم منها، إذ طالبوه بتعيينهم ضمن فريق مستشاريه أو أرادوا منه امتيازات مترفة، وحينما كان يرفض ذلك ينهالون عليه بالمنشورات التي تشكك بعمله وحتى نزاهته. يشبه المراقبون وضع حكومة الكاظمي حاليا بالسائر في حقل مزروع بالألغام، ويحاول اجتيازه بأمان حاملا على ظهره جعبة مليئة بالمقتنيات والذكريات.